فتحت البوابات واندفعت المستورد والإنتاج عمر السنتين التي لم تربح في شوطنا الخامس في جزء الثاني على بركة الله تعالى. وهنا أيضا 15 في الانطلاق هيثرو يحاول أن يتقدم، صبيح أيضا من الخارج، وكذلك 13 رهف السجاية والمسرندي طبعا في هذه اللحظات أيضا في المركز السادس، وكذلك أشاهد ابتعد عني ومحاولات لقيادة الخير في هذه اللحظات لهيثرو. هيثرو المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، محاولات أيضا خطف الصدارة من البداية، وكذلك المحاولة للمصابيح من الخارج. أشاهد أيضا رقم 11 أشوس الخيل يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات، وكذلك الدخول إلى المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظة، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم كما تشاهدون. لا مشاهدين الكرام، المحاولات تأتي ل 15 هيثرو في الانطلاقة والتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، مع محاولات الآن للبقية. هيثرو ينفرد بالصدارة، هيثرو ينفرد بالصدارة لسلطان بن حمد بن سلطان المطيري بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، انفراد تام بالصدارة للمركز الأول، ويوسع الفارق في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله، ويثبت اسمه في هذا الشوط بكل قوة، وولادة نجم في سباقات الفروسية السعودية رقم 15 هيثرو.